أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي يتبادل التهاني مع رئيس وزراء لبنان بمناسبة المولد النبوي. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الذي هنأ الرئيس بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف متمنيا لمصر وشعبها كل الخير. إجراءات عاجلة لإنهاء خطة السلاسل التجارية. وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل باتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وشدد على ضرورة تشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طلب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن محدود الدخل. الداخلية نشر كاميرات المراقبة واستنفار أمني لخبراء المفرقعات لتأمين الكنائس في احتفالات رأس السنة. أنهت أجهزة الأمن بالقاهرة الاستعدادات والخطط لتأمين احتفالات الكريسماس وأعياد الأخوة الأقباط، حيث تم وضع خطط جديدة للسيطرة على أي أعمال عنف أو شغب قد تحدث خلال الاحتفالات، كما تم وضع خطة لتأمين جميع المنشآت الحيوية والهامة وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين. رياضيا بتروجيت يحقق فوزه الثاني على التوالي بالدور الممتاز على اتحاد السكندري بهدفين نظيفين. حقق فريق بتروجيت فوزه الثاني على التوالي ببطولة الدور الممتاز لكرة القدم على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدور الممتاز. سجل هدفي بتروجيت أحمد جعفر وسامح شوشة. طوفان الزمالك يدق قلعة المحلة بخماسية مرعبة. اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره غزل المحلة بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع العاشر لمسابقة الدور العام. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كما يتوقع الخبراء أن يستمر الطقس الشتوي معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وعلى البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.